مرحبا بكم في قناة أم عادل ومريم، كوني متألقة في بيتك. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الكفتة بالرز، إن شاء الله تعجبكم. المكونات بتاعتني قطعتين من اللحمة، لحمة ما فيهاش دهون ولا حاجة. عندي هنا حبة كزبرة خضرة مقطعة، فصين كده 3 ثوم، بصلة كبيرة مقطعاها. عندي هنا رز حوالي 3 معالق أو 4 معالق من الرز. الرز انا بحب اطحنه كده في المفرم بتاعت الخلاط، يكون ناعم كده بالشكل دي عشان ما يبقاش في حبات في الكفتي، يبقى الرز كده في اللحمه عشان الكبه بتاعتي انا على كدها يعني. وعندي هنا معلقه من بهارات الكفتي، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه من البهارات السبعه، معلقه من الملح. اول حاجه هنعملها هنجيب اللحمه بتاعتنا، هنقطعها كده بالسكينه قطع صغيره عشان الكبه تقدر تفرمها. الحتت اللي زي كده هاي نطلعها كده، نشيلها من اللحمه اهي. اي حاجة في اللحمة كده، جلدة، كيس كده، اي حاجة تطلعيها. طريقة عمل الكفتة بالرز تبقى حلوة خالص. هنعملها احنا بتقلية، في تكة حلوة كده بعملها في التقلية انا، تخلي طعم التقلية بتاعت الكفتة جميلة خالص. شوية رز كده حبة حبة، اي حاجة زي كده بطلعها من اللحمة ما بسيبهاش، يعني هم حتتين لحمة بساط هيعملوا لك وجبة كبيرة تكفي 5 افراد اهو. زي ما انتم شايفين طلع اي حاجة في اللحمة زي كده مسيبهاش. يعني حتة اللحمة مش ضروري يعني انت تشتري لحمة ولا حاجة، كل ما تجيبي شروة لحمة كده تطبخيها تخلي حتة منيه، الحتة مش هتعمل حاجة يعني مش هتقلل حاجة. اهو انا قطعتها، هجيب الكبة بتاعتها هضيف فيها قطع اللحمة كده، هدي مفرمة كده الأول في الكبة. كده أنا فرمت اللحمة هاي في الكبة، هاخد حوالي تلتهم كده، هاخد تلتين واسيب التلت، سبت التلت أنا كده فيه، هكون وركنت التلتين كده في الطبق. هجيب هنا كده شوية من البصل اهو، حبة من الكزبرة، كم فص كده من الثوم عليهم
واضيف هنا شوية من الرز اهو، كده افرمهم كده كويس مع بعض. اهو تكون واضحة. هضيف لهم شوية زيت كده زيتهم، هضيف شوية زيت كده عشان الكبة بس تمشي اهو مش هكتر. نعمل هاي زي ما انتم شايفينها، هاي طلعها دلوقتي، افضيهم دلوقتي من الكبه كده على جنب الطبق. لسه ما ضفتش البهارات ولا حاجه، من اخلص فرم اللحمه بتاعتي اضيف البهارات. اضيف دلوقتي التلت التاني من الكميه، نضيف زي ما انتم شايفين قطعتين من اللحمه اهو، هيعمل وجبه كويسه خالص. كده انا ضربت الكفته بتاعتي كويسه في الكبه، هضيف دلوقتي عليه التوابل بتاعتني والفلفل الاسود والملح، هقلبها كويس. نعجنهم كده بعيد عشان اعرف ايه، اشربهم كده من بعض. كده انا تبلت الكفتة بتاعتي وقلبتها كويس، جبت هنا عندي طبق وعندي شوية زيت، هدهن الطبق بتاعي بالزيت عشان صوابع الكفتة ما تشبكش فيه، هدهنه كويس اهو كده وبالايدي كده بالزيت بقطع كده. كده هي طبعا هتكش في الزيت فانا هطولها فخليها تكون رفيعه اهو بالشكل ده، هيك شكون واضحه. اهو كل ما ايدك تنشف من الزيت تبليها زيت عشان الكفتي ما تشبكش في ايدك اهو زي كده، هي طالعه بسم الله ما شاء الله عليها ماسكه نفسها يعني كويسه مش فاكه ولا حاجه. هي كده اهي، احنا بنحب ناكلها صوابع كده، في ناس بتحب تعمل فيها دوائر فانا اعملها كده صوابع اهو زي كده. اهو كده هخلص الكمية بتاعتي كلها وهوريها لكم.
اهو انا كده قطعت الكفتة بتاعتي اهي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هي شايفين قطعتين اللحمة عملنا كمية كدية، هسيبهم دلوقتي حوالي نص ساعة كده في التلاجة يمسكوا نفسهم كده شوية اهو زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ابقى اقليهم. وادي الكفتة اهي سيبتها حوالي نص ساعة في التلاجة اتمسكت كده كويس. جبت زيت، اديني طاسة فيها زيت على النار وسبت الزيت سخن، وحط الكفتة بتاعتي تتقلي. واسيب الكفتة بتاعتي كده تستوي على النار. اول ما سخنت الزيت نطلع ريحة حلوة خالص وجميلة، ريحتها حلوة. تحمر كده بطلعها من الزيت. زي ما انتم شايفين الكفتة هي احمرت وما تفككتش ولا حاجة، اللي ماسكة نفسها هي كويسة وحلوة. انا احمرها كويس عشان ما تتفتحش مني في التقليه، هعملها له اللي هي الدمعي. كده لونه كويس وحلو اهو، هطلع دلوقتي نفس الزيت اللي قليت فيه الكفتي هو اللي هعمل فيه الدمعة الصلصة بتاعة الكفتي. في نفس الطاسة اللي قليت فيها الكفتي في الزيت جبت عندي بصلة كبيرة مقطعاها أضيفها. زي ما انتم شايفين انا مقطعة البصلة يعني قطع كبيرة، انا هضربها في الخلاط بالطماطم بعد كده عشان تكون ناعمة الصلصة بتاعتي. خليها بس تدي شوية تدبل البصلة كده، واضيف لها معلقة من الثوم المفروم. كده البصلة دبلت هاي، هضيف لها دلوقتي معلقة من الثوم، نقلبها كويس.
هذا البصلة بتاعتها اصفرت بالثوم، هضيف عليها 3 حبات من الطماطم نقطعهم انا كويس، هكذا نخليهم كده يستوى ويسبكوا كويس الطماطم بالبصل، طماطم تدبل خالص، اهدي عليهم النار واسيبهم كده براحتهم. هذه الصلصه بتاعت التقليه هي استوت خلاص، طماطم والبصله وجبنه الطماطم، هضربها دلوقتي هنزلها في الشوب بتاع الخلاط، هضربها كده ضربه عشان تكون ناعمه. انا كده ضربت الصلصه بتاعتي في الخلاطه هاي زي ما انتم شايفين، هي نعمت، هضيف عليها شويه من الميه اهو كده، هضيف ربع معلقه من الفلفل الاسود، هضيف نص معلقه من البهارات، بهارات لحمة، هضيف نص معلقة من السكر، السكر بخليها حلوة كده وطعمها حلو، ما بتكونش محدقة ولا حاجة، هقلبهم كده كويس، هي محتاجة شوية مية تاني عشان نخلي الكفتة تكمل سوا في التسبيكة داي. هضيف لها شوية ملح عشان اظبط الملح بتاعها عشان هي ناقصه ملح، انا ظبطت الملح بتاعي طعمها جميل خالص، طعم السكر كمان خلاها حلوه كده ومسكره. دلوقتي هضيف الكفته، هسيب الكفته كده تكمل سوا فيه، لسه الكفته هتنفش كده وتطرى لما تتشرب كده من الدمعه ده الصلصه، واسيبهم كده يستووا مع بعض براحتهم. زي ما انتم شايفين الكفته استوت اهي وتشربت من الدمعه بتاعتها كويس، وطريت اهي خالص اهي اهي زي ما انتم شايفين هي. اطفي عنيها دلوقتي، اطلعها من على النار واعمل الرز بتاعي، انا هعمل رز حبه حبه، هعمل رز دلوقتي. انا جبت حله على النار هضيف فيها شويه زيت، هضيف شويه رز، بس كده كفاية حوالي تلت الكمية بتاعت الرز، افضل اقلب كده في الرز لحد ما الرز بتاعي لونه احمر يعني يبقى ذهبي كده، مش احمر قوي ميغمقش. هذا الرز خد اللون اللي انا عايزاه، بدي لونه ذهبي كده، هضيف عليه باقي الكمية بتاعت الرز. الرز انا بطلعه مصفياه وقلبه كده كويس، افضل اقلب في الرز بتاعي لحد ما الرز يسخن عشان يطلع يفضل كده مفلفل وحلو. لو حطيت الميه بتاعتي على الرز على كده من قبل ما يسخن هيبقى الرز معجن، هسيبه كده اقلب فيه لحد ما الرز بتاعي يسخن كده ويبقى حبايه وحبايه كده بعيد عن بعضه. الرز بتاعي كده هو سخن، هضيف عليه الميه، الميه تكون سخنه، انا عامل اغليها في الكلمه، هضيف ملح،
انا ما بحبش اضيف، انا ما عنديش طبعا شوربه، فما بحبش اضيف مرقه الدجاج، ما بحبهاش خالص في الاكل بتاعي، ما حاجه مش مضمونه. وصراحه ما تعمل الحاجه كده على الطبيعه بتبقى حلوه، ما تبقى ما تحطي لها حاجات كده صناعيه بالشكل دي تاي ما بتبقاش حلو كده. الكويس التغطيه بتاعت الرز، هدوق بس الحياج بتاع الرز، لسه محتاجه شويه ملح. الميه تغلي كده بتاعت الرز واوطي عليها النار، نغطي الرز كويس. اول ما تغلي الميه اوطي على الرز النار. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعي غلي وجرب يشرب ميته، ههدي عليه النار خالص اهو، واسيبه كده يستوي براحته شويه كده حوالي 3 دقائق كده او 4 دقائق. اقلبه كده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، هقلب الرز دلوقتي يعني اقلبه كده اهو. واسيبه كده يستوي براحته. ودينا خلصنا الكفتة بتاعتنا هاي، زي ما انتم شايفينها طالعة بسم الله ما شاء الله عليه. قطعتين لحمي، شوفوا عملوا لك كمية كدية من الكفتة، وعملت سلطة خضار، وادي الرز بتاعنا حبة حبة اهو طالع ما شاء الله عليه اهو، زي ما انتم شايفينه مش معجن ولا حاجة، حباية من حباية. ولو عجبتكم طريقة عمل الكفتة بتاعتنا النهاردة ما تنسوناش في الاشتراك واللايك.